أتمنى أن يكتب التاريخ اليوم وأن يتحول هذا الملعب وهذه السهرة الليلية إلى أهم حدث في تاريخ العرب في تاريخ كأس العالم. عمرنا ما تخطينا دور الستاش، هل تكون اليوم؟ هل يحفظ التاريخ أنه استاد المدينة التعليمية في دولة قطر في كأس العالم 2022 سيحتضن أول تأهل عربي في التاريخ إلى دور ربع النهائي، وإن شاء الله يكون بطله المنتخب المغربي. يا رب ندخل الملعب ونستمتع بالأجواء ونعيش الحدث. في انتظار دخول اللاعبين من الممر الآن، من هون اللاعب راح يمر إن شاء الله يدخلوا إلى الملعب، وسننطلق معا بإنشاد النشيد الوطني المغربي إن شاء الله. فتحت الأعلام، الأجواء مجنونة في الملعب. بإذن الله اليوم يكتب يوم تاريخي. هذا التجمهر الصحفي كله حتى يصيدوا اللاعبين أول ما يدخلوا. كأس العالم غير يا ناس. بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله بدأ الآن دخول المنتخبين. جايبينكم زاوية جبارة من التصوير، قلت لكم في حلقات بعطيكم زوايا ما بيشوفوها على التلفزيون. المنتخب الإسباني يدخل بقيادة بوسكيتس، يوناي سيمون، رودريجو، لابورت، ماركوس لورينتي، جوردي ألبا، جافي، بيدري، أسينسيو، داني أولمو، فيران توريس. وهذا منتخبنا المغربي وصل رسميا بياسين بونو، نايف أكرد، رومان سايس، أشرف حكيمي، مزراوي، سفيان مرابط، أوناحي، أملاح، سفيان بوفال، حكيم زياش، والنصيري في قلب الهجوم. صانع القصة المغربية الجميلة في كأس العالم، المدرب القدير وليدر غراغي، أول مدرب عربي يصل إلى دور الستاش. وهذا هو لويس إنريكي. من الاشياء الجميله في الجمهور المغربي يا اخوان انه اذا كان في كره مع لعيبه المنتخب الاسباني كلهم يبداوا بالتصفير، سواء بيصفروا بايديهم او معهم صفارات. نعم داخلين صفارات معهم الملعب. بالمقابل اول ما يستلم اللاعب المغربي الكره مباشره الكل بيبدا بالصراخ بكلمه سي، انطلق روح. نعم هذا يضع اللاعب طبعا الاسباني تحت ضغط شديد، صفارات من كل حدب وصوب انهالت عليه من كل مكان، خلوه يرتبك يحاول يتخلص من الكره باسرع وقت.
إن شاء الله يا رب تاريخي يا رب قد يكون اليوم هو أهم يوم في تاريخ العرب في كأس العالم. يا رب المغرب أن تكسر رقم. الله انك جوارديولا العرب جبار مدربنا العربي العنيف. وانتهت بسم الله يا الله الى ركلات ترجيح ليست ركلات الحظ. مختبر يقول لك ركلات الحظ. بدنا نطلب بنتيجه اول, بدنا ناخذ تلبيد اول, بدنا نسدد اول. خلاص المباراه تنفض انفاسها الاخير. بنلعب في الدقيقه 120 بدات تهدف ثلاث بنتيجات. يعني بدا بنون العنيف لانه ناخذ ركلات جزاء ممتاز. كذلك المدرب الاسباني سحب لويس انريكي, سحب نيكو ويليامز بعد نزل في الشوط الثاني ونزل مكانه سارابيا لانه سارابيا ممتاز بتنفيذ ركلات الترجيح. المباراه خلاص لعب 120 اخر دقيقه. لو تعرفوا الاجواء هون يا اخوان, مباراه للتاريخ, مباراه سيذكرها التاريخ بحد ذاته. الان المغرب عمل افضل انجاز في تاريخ العرب لحد الان المنتخب المغربي يلعب على المركز التاسع والعاشر. حتى لو خسر بلنتيات يلعب على المركز التاسع والعاشر في المونديال, وهو افضل من المركز 11 اللي سبق وحقق في مونديال 1986. يلا بسم الله يا الله يا رب. يا شباب رومان سايس راح لنفذ القرعه, نكسبها ان شاء الله. نسدد اول ونخفف العبء والضغط على لاعبينا. برجع بقول هي ليست 100%, هي 80%. يعني مثلا بالامس كان استثناء, اليابان بدات وخسرت لانهم ثلاث لاعبين ضيعوا بلنتيات. شو نعمل لهم؟ ندخل نسجل عنهم يعني؟ بس المنطق من يسدد اولا يفوز. من كل خمس مرات اربع مرات بيفوز من يسدد اولا. يلا بوسكيتس رومان سايس, بالنسبه لي هذه معركه. نحسم الاولى وناخذ القرعه. الحل هون بصير. هنا مبدا الفوز يبدا هون. طبعا اللي بيفوز بيقرر يشوت اول ولا يختار ملعب. اوكي يبدو انه فازت اسبانيا بالبلنتيات عفوا بقرعه. راح بوسكيتس اختار الجول. حسب ما شفت انا بوسكيتس اختار المرمى صح؟ اختار الجول. معناته قد يكون فرط بموضوع اختيار الكره. يا رب راح نشوت اول. يلا بسم الله يا الله نشوت اول. يا الله الاخيره يلا يا اشرف نسجل يا اشرف ونخلص ونصنع التاريخ مع بعض ونذهب الى ربع نهائي كاس العالم ونحقق افضل انجاز عربي في التاريخ. اسبانيا للمره الثانيه على التوالي ستودع من دور ال 16 بعد مونديال روسيا. يا رب يا الله الختام.